مساء الخير، حلقة جديدة من برنامجكم الشعبي تنفيس مع أبو وطن. في هذه الحلقة أستضيف قامة أدبية وسياسية وإعلامية كبيرة طوفت في أرجاء الوطن، يعرفها كثير من النخب. إن قلت عنه روائي فهو روائي بجدارة، وإن قلت عنه كاتب سياسي فينتظر كتاباته وتحليله كثير من الناس، وإن قلت عنه إعلامي فقد تسلم مناصب إعلامية كبيرة. تعرفوا معي على الشخصية الخلافية والعاصفة حيث حلت، الأستاذ رمضان الرواشدة. أهلا وسهلا. أهلا بك أخي أبو وطن، وسعيد أن أكون معك في هذا البرنامج اللي حقيقة مشاهد وعلى هذه القناة الطيبة. يعني أنا بالبداية بدي أحكي، ليش أنت شخصية مليئة بالعواصف وتحل العواصف حيث ذهبت، مع أنك يعني اللي بتعرف عليك شخص طيب هيك وبسيط وعميق ومتعلم ومثقف، بس ليش تثير كل هالعواصف وين ما بتروح؟ مش عواصف، هي طبيعة. هاي يعني أنا ما بقبل بالحوزات المذهبية ولا الفكرية ولا غيرها، لذلك بحب يعني أكون دائما نبت صحراوي، كما أنا دائما يعني ابن الشوبك اللي طلع يعني وتعلم ودرس أدب إنجليزي وغيرها. وأنا من المدرسة يعني ما كنت مشاغب، كنت هادي بس كثير الحركة، لذلك كانوا يحطوا لي ممتاز نهنئ والديه به لكنه كثير الحركة. يعني أنا الحركة بتقيدني. يعني والديك كانوا مبسوطين فيك، من تغلبتهم؟ غلبتهم طبعا، غلبتهم يعني ما جيبتهم بحياتي، بعدين لما كبرت لجيبتهم. يعني احنا صغار لا كنت هادي وطيب وهيك، بس أنا المشاكل السياسية اللي صارت معي غلبت أهلي، ويعني كنت أحزن على أخواتي يعني وإخواني، كنت أغيب أحيانا وما حدا يدري عني، وهذه الأمور اللي كانت يعني في فترة من الفترات بالأردن في فترة 76 80. يعني رغم أنك من قرية لكن غالبية حياتك كانت في العاصمة. احنا سكننا اربد لانه والدي كان جندي فرسان مع ابو سمير حباشني جندي فرسان وابو جاسر الشوبكي طفايلي وشوبكي، لانه زمان كانت الدولة ما تعين ابناء الجيش في مناطقهم، كانت تبعدهم لبعيد يعني. فاحنا تربينا باربد من 43 لل 70. طيب. وانا ولدت وعشت طفولتي في اربد في شارع الرشيد قرب البركة بأربد يعني، واللي كتبت عنه بروايتي. طيب يعني ابن أبوك بالمؤسسة العسكرية، شو جابك على السياسة يعني؟ مش المسألة بتخوف يعني؟ ما حكوا لك إعقال أبوك عسكري، أنت شو موديك على هالدرب هاي يعني؟ كانوا يعني الأهل كانوا دائما يطصونا في القصص هاي. مزبوط. أنا أقول أبوي كان متوفي وأنا صغير يعني على 15، بس لما كبرت وهذا إخواني كانوا متغلبين وحذروني يعني هي الحياة السياسية بتأخذك أحيانا، والطلابية في مناحي ما بتتكون أنت تتوقعها. أنا كان طموحي أطلع طيار حربي. طيار حربي؟ سجلت. أنا سجلت بعد التوجيه، سجلت وانقبلت وفحصت طبي والتحقت. يعني كان يوم 22/9/82 موعد التحاقي بالطيران. نفس اليوم طلع لي قبول أدب إنجليزي بجامعة يرموك، فاجتمع أخواني قالوا لي أنت طيار وما طيار، بكرة معرض حياتك. أنا بحب الجيش وإحنا ولاد عسكر وحراثيين أقرب للجيش، بنحب الحياة العسكرية. أخواني عسكر وأبوي عسكري، فقالوا لي روح أدرس، بعد ما تدرس تقدر تقدم طيار، بكون معك شهادة على الأقل لما تترك الطيران متكانة. فرحت توجهت للأدب الإنجليزي بجامعة يرموك، وبلشت حياتي تأخذ مسارات سياسية طبعا بعدها، لا بصير طيار حربي ولا غيرها يعني. طيب لو عاد بك الزمن ترجع طيار حربي؟ يا ريت والله جد. أنا هلا بخاف من الطيران. بتخاف من الطيران؟ بس أيامها كنت متشجع، كان عندي أخوي أبو جعفر الكبير يجيب لي مجلات الأقصى تبعت الجيش تطلع عن توجيه المعنوي. كنت أقص منها بغرفتي اللي هي كانت 7 6 أولاد كنا ننام فيها فوق الزاوية اللي أنا فرشتي أحط صور طيارات الحربية وأنواعها. ويعني طبعا ما كان في غرفة، هي غرفة واحدة يعني، غرفة أمي وأبوي وغرفة القعدة وغرفتنا إحنا الخمسة اللي ننام فيها. تتذكر أحداث جامعة اليرموك؟ طبعا بتذكرها، أنا كنت مشارك فيها.
كنت مشارك فيها مشارك فاعل يعني من أبطالها لا مش أبطالها بس كنت مشارك وبعدين يعني لحقك نصيب من لحقني نصيب من الحلوة تبعتها والله شو لحقك تقدر احكي لنا عن الأيام يعني أيام كانت يعني مظاهرات طلابية أخذت بعدين طابع سياسي الإخوان واليسار وكذا وإحنا كنا متحمسين كثير لقصة الإعلام المعادي وقصة الرسوم الجامعية ورفعوها وكذا والتيارات السياسية وكذا والآخر وبعدين يعني فضوها بطريقة يعني صعبة واعتقلنا على أثرها يعني أنت اعتقلت 73 يوم 73 فندق أبو رسول فندق أبو رسول يعني الناس فاهمين فندق أبو رسول العمارة الدرقة بالعبدلي بالعبدلي هذه فجروها وأنوها هزنت عليها لأن اللي فيها ذكريات بالزنزانة 112 يعني فيها ذكريات كثير سمعت ناس يقول لك إحنا حزنين لهم أنهوا للعمارة الزرقاء في العبدلي إن فيها ذكريات طيب هي كمان يعني ذكريات قديمة ولا مش لا لا طلعت منها رجال وطن والله ويعني ما كان في يعني زي ما بيحكوا يعني كثير من القصص والأوهام اللي نشرت يعني بقدر أقول لك إنه الدولة الأردنية فيها تسامح فيها سماحة وهذا إرث هاشمي كبير إذا بدي أذكر لك يعني في التاريخ كثير من الشخصيات السياسية العسكرية وغير أمنية تآمرت على الملك حسين رجعهم لوظائفهم وعفى عنهم منهم يعني شخصية كان لاجئ عند المكتب السياسي الثاني بسوريا عند سراج عبد الحميد ولاجئ عند عبد الناصر رجعوا جلالة الملك واستلم جهات المخابرات من سنة 70 اللي هو نذير رشيد يعني دولة متسامحة يعني احنا طيب هل تسامحت معك انت سامحت معي طيب انت تعتبر حالك كنت يعني على خطأ لا هو فور الشباب هذا في مقولة بقول احد المشاهير اذا كنت دون 30 ولم تكن ثوريا فانت لا قلب لك واذا اصبحت فوق 30 وما زلت ثوريا فانت لا عقل لك لا عقل لك يعتبروها هوج انا عقلت يعني بكير طيب برجع للسؤال عقلت أم عقلت؟ لا عقلت بس شوف هي أنا تجاهي صحفي وأدبي طول عمري مع شوية سياسة أيام الجامعة وبعد الجامعة بعدين ستتوجه للتحليل السياسي وأكتب وتعينت بالرأي يعني كان في أولها رفض لتعييني لكن أبو عزمي الله يرحمه محمود الكايد عيني أنا وزميلي الله يرحمه حازم بيضين رغم عدم موافقة علينا فكنت أكتب التحليل السياسي عدم موافقة أمنية لا هو ما كان في يعني أيامها بالتسعينات موافقات يمكن كان على التلفون كان في استشارات وهيك كتب رسمية ما في حتى يعني الكبار المسؤولين بالرأي كانوا ضد تعييني ليه؟ بشوفوني يعني جاي من اليسار وجاي عندي أفكار ثورية خلينا هون أنت يساري؟ أنا وطني وطني هسه الكل وطني مزبوط بس بيختلف أنا بقول كل الناس وطنيين في تعريف الوطني اليساري والقومي والكذا اللي بحب الأردن واللي بيشتغل تحت العرش ومظلة جلالة الملك وبحب الجيش والأجهزة الأمنية والوحدة الوطنية وفلسطين هو وطني بغض النظر عن اتجاهه ما يكون مرتبط بالخارج ولا بأداة من أدوات اللي اللايفات والسوشيال ميديا هذول ما يسمى بالمعارضة الخارجية أنت بتحكي عن الوقت الحالي طيب أنا خليني أرجع ل اتجاهك الفكري أيام وانت بالجامعة مشيت مع الجبهات مشيت طبعاً وكان لي يعني مع مين بس ما طولت أنا يعني مش كثير يعني مع اليسار الفلسطيني أكثر شيء كنت مع اليسار كانوا متقبلينك كويس وكانوا لا هو إحنا كنا متهمين يعني دائماً دائماً متهمين أول شيء دائماً أي واحد شرق أردني في يعني دائماً البوصلة تتجي لي بأنه عميل يعني إحنا شوف اللي صار معنا المخابرات لما كانوا يحققوا معنا يقول لك شو علاقتك بهذه التنظيمات الفلسطينية يعني خليك تنظيم أردني خليك اشتغل بالطلاب وهيك الإخوان التنظيمات الفلسطينية كانوا يعتبرونه مخابرات يعني حتى بعد ما اعتقلت أثر أحداث اليرموك 73 يوم قالوا دخلوا يدربوه ولا يقول لك قال عشان يبعد الشبهة عنه لا قال دخلوا يدربوه شو يدربونه عمر 20 سنة كان يوميتها ما كملتش 20 يعني في يعني هذول هذا النفس اليساري الانتهازي بسميها لينين اليسارية الطفولية تتغذى دائما في مجتمعات النميمة
في الطلاب. ما 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 تخاف من هذا الكلام تزعل الأمن. لا يا بحكي عن الطلاب يعني. مش اليسار اللي يا لا مزعل. بس أقول لك يعني ينمو في مجتمعات الطلاب بالذات النميمة والأحاديث والقال والقيل وهي ما يسمى بالمصطلح اليساري الطفولة اليسارية يعني. يعني طفولة يسارية مش ناضجة لساتها. لما تكبر وتنضج الأمور تختلف. يعني أنا تعاملت مع قيادات كبيرة بعد ما نضجت وصرت إعلامي وكذا واستقبلتهم في مكتبي وفي بيتي من قيادات فلسطينية إلى من مختلف الاتجاهات إلى قيادات حزبية أردنية والآن علاقتي كلها كويسة من الإخوان المسلمين لليسار أنا يعني مقبول منهم كشخص يعني بكتب ضدهم أحيانا بيقبل رأيي صحيح مرة كسموني كتاب التدخل السريع لما هاجمنا الإخوان على قصة مرة حاولوا هيك يعملوا هزعية في البلد بس يعني في قبول يعني أنه هيك موقفي. طب التصالح مع السلطة أليس له ثمن؟ يعني هي جزء منها الاتهامات بأنك من كتابة التدخل السريع بأنك الآن من المطبخ السياسي بأنك الآن تستشار في بعض المسائل الجزبة التي لا يعلم عنها أحد بس أنت تكون معلمها من في الباطن. يعني أليس له ثمن أن ترتكب مواقف لا تتوافق مع مبادئك مثلا؟ أنا حقيقة جزء من السيستم جزء من الدولة نعم وجوده من تفكيرها السياسي العميق. نعم. لا أنكر علاقتي بالديوان ولا أنكر علاقتي بالجيش ولا أنكر علاقتي بكل قيادات الأجهزة الأمنية لكن أنا تفكيري حر ومستقل بكتب ما يملي على ضميري في المواقف اللي بتتعلق. خط أحمر عندي جلالة الملك والعرش الهاشمي صمام الأمان. نعم. الجيش والأجهزة الأمنية نعم. والوحدة الوطنية. فلسطين بالنسبة لي خط أحمر كمان يعني لا أقبل المساومة عليه. لذلك مقالاتي الأخيرة لما صارت العدوان على غزة سلخت كل قيادات السلطة الفلسطينية على هاملتهم حلوة كلمة سلخت يعني بما فيهم اللي هاجموا الأردن الاثنين الهمل عرف كيف اللي طعنوا بالموقف الأردني سلختهم وما خفت عرف كيف أنا موقف حر بس أنا قريب من السيستم هلأ استشار ما استشار بقدرش أحكي لك أسرار بس أنا قريب يعني بتفكيري قريب من مما يجري مش مع الحكومات أنا وانتقدت الحكومات بما فيها هاي الحكومة في قضية نعم. المستشفى السلط لما راح سيدنا نعم. كتبت مقال كان ترند يومها بالرأي نعم. سلخت الحكومة وكل الدولة اللي يعني موظفين الصحة وغيرها أنا موقفي مع الملك العرش صمام أمان بالنسبة إلي وكل الأردنيين لازم يتفقوا على هذا المبدأ نعم. اللي مش هيك عنوانه معناته في عنده أجندة ثانية لا بديل عن الملك عبد الله وأولاده وأحفاده. طيب بيقولوا انه نتيجة مواقفك هاي اللي انت ابديتها بالتصالح مع السلطة بيقولوا يتهموك في هاي المسألة يتهموني يا ما اتهموني انا من 2003 وانا بتعرض ولكني عمري ما رديت ولا رفعت قضية على زميل ولا غير كلهم اصحابي ترى بس بعرف ايش يعني بيدقوا فينا اصحابنا طيب هاي خليني احكي فيها بعد شوي بس خليني اشوف الاتهام اللي بيحكوا عنه انه انت صار عندك اسطول من السيارات لا يا دنم الاسطول وعندك فيلا اشتريتها كاش شندي بندي وما شاء الله الآن تعيش حياة مرفهة ونسيت الطبقة المحرومة أيام ما كنت تداين أجار الباص لا أنا كنت ألبس بصبع صيني يعني ما عادي ما في مشكلة بس هذه كذب يعني اللي حكاها واحد فاسد يعني ومغرض أنا بيتي خلصته بال 2018 ديونه أقساط 650 ليرة بنك عربي موجود يقدر تستفسروا عني يعني بقدر أعطيك وثائق تعرضها على الشاشة كمان أنا ما عندي سيارة أنا لثلاث سنوات ونص تارك الرأي ما قدرت أشتري السيارة لأن راتبي طلع ضمان مبكر على 54 روحوني كيف أجيت هون؟ أجيت سيارة ابني وبطلع بكريم وأوبر عادة على مشاويري أو سهراتي لما أطلع مع أصدقائي بطلع بكريم بالليل هم برجعوني بالليل إذا بدي أروح على الشوبك سيارة أخوي نصير أو هذا بروح أنا ما عندي سيارة أولادي لأنهم مشغلين عندهم أقساط سيارات اشتريت لهم أمهم سيارة يعني ما عندي إلا هالبيت الثلاث غرف وصالون وأرضي بالشوبك بس وأرض نقابة الصحفيين اللي بالغباوي في مكب الغباوي اللي ما بنيتها ولا بتعمل ذبيحة مشان الله إذا عندك حدا بلكن الواحد ولا قاعد يعيش أنت ابن طبقة فقيرة ولا وسطى أنا ابن الطبقة الميسور مستورة زمان كان ما في فقيرة ووسطى كان في مستورين كلها مفضوحة هسه هلا كلها صارت فقيرة في طوابير ما عارف ايش يعني احنا ما عشنا حرمان ابو يعني عسكري عشت الرقع وتبدل مع اخوك ومع من الجيران طبعا الجميز. بدل مع اخواني اول شيء الفلدة تبعت ابوي اللي كانت توصل للركبة تبعت الجيش كنت اخذها على المدرسة
والكبوت العسكري اللي كان في الفرسان زمان مخبيه أبوي من 20 سنة كنت ألبسه بالشتوية. وبالصيف لما ينخزق البنطلون أمي شاطرة بتخيط بترجع، طبعا رقعة شكل والبنطلون شكل، ما شو لك علاقة بهذا، حتى لما ينمزع القميص من هون بترجع بس. ما كان في حرمان، كنا صار موضة هسه، صار موضة، صار موضة نشتريها هلا روح على الصوفية. بس أقول لك شغلة، ما كان في فقر زي هسه، كنا ميسورين مستورين، نأكل مجللة رشوف مدقوقة، كل أكلاتنا الشعبية قلاية بدون لحمة طبعا بالثومي وبالفلفل الحار، نشتري لحمة باليوم الجمعة جاج نطبخ منسف. أوكي أمي كانت مدبرة تعمل هالملوخيات، نضل نقطع طول الصيف تحطهم للشتوية، مقدوس مكبوس لبني مش عارف ايش، طول الشتوية عايشين. والراتب تبع الوالد التقاعدي كان 28 ليرة بالثمانينات، بس اخواني كلهم بيشتغلوا ويساعدونا، وبيتنا كان يعني لاخوي عايشين عنده. طيب في اي مرحلة شعرت بانه ان الحياة قد اقبلت عليك، الان فتحت ذراعيها وقالت لك يا رمضان يا ابن اسماعيل تعال هيني بدي احطك على السلم الاولى؟ والله شوف الحياه جميله يا صاحبي كما قال ناظم حكمه. انا شاطر يعني، انا يعني لما منعت من الشغل بالثمانينات كنت اترجم. ان منعت من الشغل انا منعت، انا تعينت في وكاله الانباء الاردنيه ب 28/12/87 نعم، محرر ومترجم. لأن أنا وكالة الأنباء الأردنية عاد إليها مديرا فيما بعد 20 سنة من المنع رجعت وديرة وكالة الأنباء الأردنية مديرا. لكن لما أنا منعت من الشغل بالصحف وهيك اشتغلت بالشعب، وكمان طردني رئيس مجلس الإدارة بالشعب. تلاحظوا الألفاظ، طردني. طيب رحت أشتغل مع المكاتب، كان في مكاتب ترجمة لطلاب الماجستير بالجامعة الأردنية، بحبوا ما بيعرفوا إنجليزي، فأنا بعرف إنجليزي كنت أترجم لهم دراسات الماجستير من الانجليزي للعربي، اخذ دينار ونص على الصفحه. فكنت اطلع بالشهر ايامها بالثمانينات 87 مبلغ كويس، يا 120 ليره كنت اشتري. طبعا كان الله فتح علي، بس انا اشتري السياره لغايه ال 2000. كانت مرتي اشترت سياره اللي هي هاي شو بسموها اللادا، لا الثانيه التشيكيه مش عارف صغيره هاي هيك، شباب اسعفونا اذا حدا بيعرف. لا 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 معروفه هي شو اسمها، اكتافيا، ما اكتافيا هيك سياره صغيره دون كونديشن، اشتريتها عن طريق نقابه المهندسين. تطلع فيها هي توصل الاولاد، انا بروح على جريده الراي بالباص. بعدين اخذت قرض وساعدوني الاخوان بالراي، كان في عندنا صندوق تكافل وندفع وكذا والاخر. اشتريت سياره بال2000، اشتريت سياره بال2000 مستعمله. طب بال2000 كان علاقتك مع السلطه كويسه؟ كنت صحفي لستاتني. بس علاقتك كويسة يعني، هو السلطة بتعطيك مصاري، السلطة يعني ترضى. والله أنا بسمعه بتقول لي بتدخل سريع وما هذا كله هيك، والله مجاني. أنا صاحب هذا بهذه المناسبة خليني أسألك السؤال التالي، أنت ساعدت أناس كفر انقلبوا عليك فيما بعد أو انتقدوك مع أنك مساعدهم، شو سر أنه يعني غالبية اللي بتساعدهم بنقلبوا عليك؟ لا مش غالبية حقيقة، ماشي قلة قليلة، قلة ماشي. هاي عادة جديدة على الأردنيين، ليست في صلب يعني الكرامة والوطنية الأردنية ولا العيش الفلاحي والريفي والعسكري والولاد الحراثين. فيها كم من واحد ساعدتهم في مواقع والآن وهيهم في مواقع متقدمة، أساؤولي بفترات من فترات، وآخرها قبل أسابيع يعني أساؤولي بكتابات على الفيسبوك، ما طلعت عليهم ولا راجعتهم. معناك تقدر تحاكمهم إلكترونيا على جرائم؟ لا 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 لا، أنا من 2003 بتعرض لانتقادات بالصحف الأسبوعية، بعدين في المواقع، عمري ما رفعت على زميلي قضية. وكلهم أصحابي، ولما كنا نسهر قولوا يلا إجت تدق فيك يعني أسفناك، بكون في حدا وراهم بعذرهم، ولا كلهم أصحابي بنشروا لي مقالاتي، أنا مقالي بالرأي انتشر على 20 موقع إلكتروني بنفس الوقت، نفس الوقت نفس الوقت، زملائي بحبوني. وخفت انتقادات باستثناء كم من واحد يعني. يعني بدك تفهمني يا أبو أوس إنه أنت من فجأة بتصير مستشار في رئاسة الوزراء، وفجأة بتصير مدير عام وكالة الأنباء الأردنية، وفجأة بتصير مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وفجأة بتصير رئيس مجلس إدارة الرأي هيك؟ لا أنا مهني، أنا طرحت نفسي مش كسياسي. يجوز يعني عشانك رواجدة؟ لا ولا الرواجدة ما عندي ظهر، والله أكتغن واحد بالرواجدة عميد بالجي. أنت ما عندك ظهر؟ معقول؟ يعني اللي قالوا انه ظهري يعني صار مدير لاحدى المؤسسات الكبيره لما كنت انا مدير تلفزيون بعد 3 وظائف ايام ما تعينت، انه هذا كان عميد ولا عقيد يعني. يعني بقدر اقول لك انا نبت
في هذا البلد ذراعي. يعني انا اللي قدمتني مهنتي بكتب اللغه العربيه والانجليزيه كويسه بحرر بحط منشطات بدقق لغه يعني بشكل علاقتك مع رجالات الدوله الكبار كويس الحمد لله يعني لا قصدي يعني ما ساعدتك مثلا يقولوا انك انت محسوب على دوله فيصل الفايز لا فيصل عينك كمستشار لسنتين وبعديها انا اشتغلت مع تبع وزراء رؤساء وزارات اشتغلت مع معروف باشا واشتغلت مع نادر باشا واشتغلت مع دوله سمير الرفاعي ودعون عون اللي عينت دوله دعون هو اللي عينه بالتلفزيون هو اللي عينك واشتغلت بعديها مع دكتور هاني الملقي الوحيد اللي ما اشتغلتش معهم طلعت بالوظيفة اللي هم آخر اثنين بدون ذكر اسمائهم آخر اثنين بدون ذكر اسمائهم مش ذكرهم أنا مين هم لا حلوة هاي لا يبدو أنك إلك موقف لا ما لي موقف بس أنا بس يعني هاي ساخرة وعلى الآخر يعني أنت ساخر وأنا بدي أكون ساخر ماشي بس يعني لما أقول آخر اثنين مين هم يعني معناته في موقف من اثنين الاخيره من لا 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 بدون ذكر اسماء هم في اخر ذي منهم خلاص الناس تفهمها يا كما كامل مو ماخذين معروفين ما تذكر انا ما بكره بقاضونا هذولا خلاص انسى الموضوع يا رجل اذا خلينا نحكي بشويه الغاز وشويه تصريحات يعني هيك مش معروفين خلاص اخر اثنين اخر اثنين اخر اثنين شو طيب شو مالهم خلاص احنا مش ذاكرين اسمائهم لا لا يعني ما اشتغلت معهم فما بعرفهم كثير عن الحرب وما يعني ما بلشت فيهم بدك تشتغل معهم؟ أنا مش طمعان بشغل أنا لا أنا مستقل راتب تقاعدي ضمان اجتماعي مبكر على 54 مكفيني وبكتب مقالاتي بالرأي مرتين بالأسبوع بكتب على الفيسبوك وتويتر وكلينكد إن وعندي علاقات برا وبسافر باستثناء الكورونا وأنا كنت عضو مجلس إدارة يعني برا الأردن في إجازة الصحافة العربية بدبي وغيرها عندي نشاطات كمان بمصر وبقطر وكل بروح بسافر ببيروت وعندي اشتري يعني بشارك بمؤتمرات في فلسطين ويعني مبسوط على حياتي تذكر التحقيق معك كيف كان؟ وين؟ أيام التحقيقات ما بدري عنك أنت وين حققوا معك ما بدري احنا الآن نحكي عن حكمة تاريخية يحق لنا أن نحكي عنها يعني أيام الأحكام العرفية لا مليحة وأيام تغيرتها بتذكر طبعا شو حكى لك المحقق؟ شو حكيت له؟ شو قبل كثير ولا ناسي بس انا بذكر لما صرت في وكالة الانباء الاردنية اجاني تلفون غريب رديت عليه انا برد على التلفونات يعني عكس كل اللي كانوا مسؤولين حتى بالليل برجع للناس يعني ايش ما كانت مشكلته برجع له فراح قال لي انا ابو علاء تذكرت انه كان في واحد محقق اسمه ابو علاء قلت له أبو علاء شو المشكلة أهلا وسهلا قال تتذكرني قلت له قال لي أنا بكرة طالع أحج قلت له بالسلامة قال لك سامحني قال لي سامحني قلت له مسامحك دنيا وآخر كتبتها بالرواية الجنوبي الأخيرة بعرف يعني مش سر هاي مكتوبة بالرواية على اسم البطل يعني تعرف الرواية فيكشن جزء صح وجزء مش صح وجزء حقيقي تبني على الخيال وإيش زيك طيب بدي أحكي عن علاقتك مع المعارضة مرات تكون قاسية عليهم معارضة أي معارضة هو أحسن إحنا الحمد لله بالبلد فيش أنا معارضة عندنا معارضة وأنا بحترمها سواء كانوا من طب اليسار مش مهضوم حقوقها مش مهضوم حقوقها لا هم عندهم طروحات يعني بعضها يقبل وبعضها لا يقبل يعني في تطورات للدولة وكذا وخلافه بس شوف المعارضة الأردنية معارضة وازنة وعاقلة وضرورة للدولة تاريخ الدولة الأردنية من لما استلم الملك المؤسس عبد الله الأول حتى الآن لم يشهد الأردن إعدام سياسي زي الدول حوالينا سوريا وكل هالدول والعراق الأردن كان يتسامح يعني كان يجيب المعارضين يسافروا برا عند المكتب الثاني بسوريا وعند عبد الناصر أيام عبد الناصر رجعهم مسؤولين قيادات عسكرية وأمنية ومدير أمن عام منهم ومدير دفاع مدني واستلموا الدولة متسامحة لم يسجل بتاريخ الأردن أن المعارضة طبعا كان في اعتقالات وكان في توقيف للناس كان في منع سفر كان في منع تعيين كلها راحت يعني كلها هلأ في شوية يعني مشاكل على الحراك الغير منظم بس معارضة الداخل الأردن هي معارضة حكومات يعني كلهم قابلين بسقف العرش المال الهاشمي والملك بعرض حكومة بتروح بتيجي هذا طبيعي وأنا ابن الدولة وابن السيستم بكتب يعني بقضية السلط سلخت الحكومة لما سيدنا دمعة طلعت من عيونه على اللي توفوا بالسلط يا زلمة كيف بدي أغضب أنا الأردني غضبت وكتبت مقال طويل حطوه على الصفحة الأخيرة بالرأي قامت الدنيا وما قعدت
طيب احنا انتصفت حلقتنا انتصفت الحلقة نطلع فاصل فاصل ونواصل. طيب فاصل ونواصل مع الكاتب السياسي والروائي والإعلامي رمضان الرواجدة، بس بدنا الجزء الثاني يكون أحمى من هيك. دخن بصير أحمى. بدك تدخن مصر؟ لا إذا ما بدك بكمل، ما عندي مشكلة. ما أنا عشان الربو اللي معك، ما الدكتور قال لك لا تدخن. دخن سيجارة واحدة. سيجارة واحدة مسموح لك منها شفطتين. بدنا نطلع ندخن وراجعين. نفس وراجعين. فاصل. سيداتي وسادتي، بدأت الطائرة بالهبوط التدريجي، يرجى من حضراتكم العودة إلى مقاعدكم ووضع المقاعد في وضعها العمودي المعتدل، إغلاق الطاولات التي أمامكم وربط أحزمة المقاعد استعدادا للهبوط، وشكرا. الأردنية للطيران، في السماء عنواننا وفي الأرض استقرارنا. من أرض القدس العظيمة بدأت الرحلة، جت كانت دوما إلى جانبكم، همها سلامتكم ونقلكم، لتترك في ذاكراتكم رحلة لا تنسى. سنستمر في رحلتنا للبقاء محيين، لنبقى معكم ولنبقى عند ثقتكم بنا. رجعنا لكم بعد فاصل، وضيفنا المشاغب جدا بعد ما عرفنا تفاصيل كثير من المشاغبة فيها في الجزء الأول من الحلقة، وبعد ما دخلنا هيك سيجارتين ونعنشنا، رجعنا لكم وضيفنا الكاتب والروائي والسياسي والإعلامي رمضان الرواجدة. الله يسعدك أبو وطن، الحوار معك ثري ويعني فتحت آفاق وأوجاع وهموم ويعني وأمال وحب وكذا. بدي أرجعك، ما زعتني عن الحب لسه. لا بدي أرجعك لمرحلة المدرسة. صحيح أنت مشكل حزب لحالك وتيار لحالك في المدرسة؟ وانا بالاول ثانوي. شو انسى يعني، هيك مغامرات طفوليه كنا هيك. لا في واحد بشكل حزب لحاله وما معه ناس، وهو بيكون كنت خايف ايامها يخبروا عني. شكلت الحزب مني انا الامين العام وامين السر والهيئه التنفيذيه والعضو الوحيد. وانت كل الرفاق وكل البلد، وكنت احط شعارات وشغلات وبتطلع بيانات وتطلع. لا بطلع بيانات لا، بس كنت احط شعارات على هيك. طب شو كان الغرض من المسألة هاي؟ يعني شو يعني جو وطني عام كان بال 79 80 ومظاهرات مدرسة الفتح بيوم الأرض 31 آذار، وما كنا نشارك احنا لأنه أولاد عسكر كنا بالهاشم الجنوبي أغلبنا يعني، فما كنا نشارك، فكنا نشوفهم، كنا متحمسين هيك لفلسطين والأردن وكذا والآخره. ما كان بذهننا الأردن إنه في يعني مشاكل، لا كانت يعني فلسطين الهم الأكبر وبدنا نحررها وبدنا نروح يعني. طبعا أنا لما رحت طوعت في 82 لجنوب لبنان. رحت على لبنان؟ هاي لها قصة. هو الحقيقة أنا يعني يمكن هذا أهلي ما بيعرفوا عن هذا الأسرار ولا المخابرات لغاية الآن؟ ما بيعرفوا، بعضها بيعرفوا، المخابرات ما بتعرف، يقول لك ما بيعرفوا النفس. لا ما حدا بيعرف هاي أسرار. يلا. في 82 أنا كنت بالتوجيهي وكانت أحداث جنوب لبنان لعدوان الإسرائيلي. فصار في متطوعين من طلاب الجامعات ومن ويعني صار في حركة إنه باصات من المجمع رغدان، فرحت اتطوعت أنا على جنوب لبنان ما بعرف أطخ، قالوا لي بنأخذك من دربك يعني من الشام وبتروح على لبنان قاتل. فرحت اتطوعت، ولما ركبنا الباصات قالوا لي وين جواز سفرك؟ قلت لهم أنا عمري 17 سنة. قالك روح. قالوا لي روح. زعلت ها؟ زعلت. بعديها يعني بسنتين ثلاثة صارت كمان أحداث 83. يعني كمان حاولت أروح التهريب على جنوب لبنان. كان لي صديق من مناطق إربد.
من منطقة قريبة جدا يعني بتقدر تمر على الحدود السورية فيها بسهولة. كمان يعني كان في محاولة تهريب إلي أروح أقاتل بجنوب لبنان، بس ما قضي اللي أكون مع الناس اللي قاتلت العدوان الإسرائيلي. ويعني طموحي كان دائما أني أكون شهيد، وما تحققت لي هاي الأمنية. لغيت أنا بدك تصير شهيد؟ أنا دعيت ربي لما حجيت في الكعبة أني أكون شهيد. أنت حجيت؟ حجيت وأديت العمرة مرتين يعني، وأنا متصوف يساري وحج يعني مهيد. يعني أنا بالدين مش متدين بس متصوف. بس في اليسار ما عندي إيمان يعني بأفكار يسار. يعني أنا زلمة بميل للتيار الثالث في العالم. التيار الثالث اللي هو لا يسار زي الأحزاب الشيوعية اللي انهارت، ولا زي المحافظين في أوروبا وبريطانيا. هو المفهوم الديمقراطي الاجتماعي اللي بسود في أمريكا اللاتينية وفي يعني دول متقدمة زي السويد والدنمارك وكذا، اللي هي النظرية الاقتصادية اللي بذات البعد الاجتماعي، إنه أي أثر اقتصادي يعني له بعد اجتماعي سيء على الناس زي الخصخصة وغيرها أنا ضدها. أنا مع إنه الدولة بدل ما تخصخص الشركات بالكامل وتبيع مقدرات البلد يعني للشركات الربحانة، كان بإمكانها تخصخص الإدارة وتخلي الإدارة الشركات الحكومية موجودة، وهيك بصير نوع من قصقصة الإدارة. لكن اللي شفنا إنه كثير من الناس تضرروا وفقدوا وظائف نتيجة قصقصة شركات كبيرة في الأردن. طيب شو رأيك بالتغير الاجتماعي اللي في الأردن؟ التغير الاجتماعي بالأردن بنذر للأسوأ للأسف. بنذر للأسوأ. اتجاه المجتمع نحو العنف، ما وجه العنف، كل واحد روحه مناخيره. مش هيك احنا يعني الاردنيين احنا طول عمرنا عندنا هويه وطنيه من كل المشاتل والزهور والوردات. بحبش كلمه منابت واصول، بحب المشاتل انا. وردات زهره من هون وزهره من هون، شكلنا وطن جميل. حلو. بستان حديقة غناء الأردن في كل الدنيا، في العراقي في السوري في يعني من اللي يجوا من زمان، الحجازي اللي يجوا مع الملك عبد الله، في الفلسطيني اليافاوي الصيداوي كلها العشائر. احنا الآن نشهد عودة عن الهوية الوطنية للهويات الفرعية، وهي أخطر شيء على الدولة إنه عد رجالك ورد الماء. طيب بدي أوقف هون. غريب أن يتكلم رمضان الرواشدي عن هذا الموضوع وأنت اتهمت أخيرا بأنك ترفض قانون انتخاب يوزع بعدالة على ديموغرافيا. شو اتهمت؟ أنا كتبت هذا الكلام بس فهموه غلط. كيف يعني الكل يقول إنه رمضان الرواشدي بده يعطل قانون الانتخاب وبده يرجعها البقاء للأقوى. البقاء للأقوى الحصة كيف؟ الحصة الكبيرة للقوي ولل مين القوي؟ ما بدري انا بدي اياك يعني اصول ومنابت. انا ما هم بيحكوا هو انا كتبت مقال بالراي عن قانون الانتخاب اللي حكى عنه سيدنا قبل ما تتشكل اللجنه الملكيه لان احد اعضائها. نعم. وطلعت على رؤيا وحكيت هذا الكلام. انا بحكي ثلاث نقاط. النقطه الاولى المناطق الجغرافيه اللي حول يعني المحافظات والهاي. النقطه الثانيه الكثافه السكانيه. النقطة الثالثة اللي هي مناطق التنمية. يعني الغور مثلا، وانت من الغور من الكرامة، الغور الشمالي الغور الجنوبي الأزرق كذا، هاي مناطق بحاجة للتنمية بحاجة للنواب. لازم تتمثل في قانون الانتخاب. هم فهموني غلط لما قريت كتبت المقال، لأنه فهموا أنه قصدك أنه يجب أن يبقى الشرق أردني مسيطر، ولا الفلسطيني من أصول الأردني من أصول فلسطينية لازم يكون هيك. يا زلمة أنا في رمضان الرواشدي ابن إسماعيل أبو ربابة ما حدا يزاود علي فلسطين. أنا ما قد أقعد وسام في فلسطين، وثانيا كاتب رواية عن فلسطين ومكرس حياتي وكل شيء للدفاع عن فلسطين. الأردن أولا وفلسطين قضيتي. ما حدا بيقدر يزاود علي في القضية الفلسطينية. في الأردن في قضايا لن تحل يجب معالجتها لاحقا. أما الآن أنا مع التمثيل، مين قالك أني ضده؟ أنا مع التمثيل الجغرافي والديمغرافي والتنموي. يعني عمان وزرقاء حقهم يأخذوا مراقعد ويتمثل الفلسطيني والقلب. يعني أنا خليني أسألك سؤال حتى يفهموا علينا الناس. يعني منطقة فيها 20,000 نسمة بتأخذ مقعدين، ومنطقة فيها نص مليون نسمة بتأخذ 4 مقاعد. شوف ما هو عشان نكون يا 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 أبو وطن يا مشاهدين الأعزاء. أنا قريت كل التجارب العالمية في قوانين الانتخاب. حلو. وفي صديق الناس من جميل النمر عامل دراسة مش دراسة كتاب عن قوانين انتخاب في العالم، يؤخذ في كل المكونات. مثلا في الولايات المتحدة في 435 نائب حسب عدد السكان.
يعني كل 60,000 أمريكي لهم نائب. هاي تساوي في الكونغرس اللي هو الشيوخ المية، كل ولاية حتى لو ما كان عددها إلا عندها نائب واحد اللي هي مثلا أزميها تأخذ مقعدين، وكاليفورنيا اللي فيها 43 نائب تأخذ مقعدين. ففي هيك وفي هيك. أنا شخصيا مع هيك ومع هيك، مع التمثيل السكاني ومع التمثيل الجغرافي ومع المناطق التنمية. طب كيف رح تنحل هيك؟ ما بعرف، رح يطلع بشي إن شاء الله، ومتأمل إن شاء الله يكون في شيء كويس. طيب ما دام أنت فتحت موضوع، أنا ما بدي أسألك عن شغل اللجنة لأني أعرف. ما بنقدر نحكي الآن. لا لا، فيها ناطق إعلامي وناطق لكن بدي أحكي، هل أنت متفائل بالإصلاح؟ متفائل جدا. وأنت تعلم ردود الفعل على اللجنة كيف كانت؟ كانت ردود عاصفة، وغالبية الناس محبطة، وقالت لك بالحرف الواحد تشكل الميثاق الوطني، وتشكلت لجنة الحوار تبع الطاهر المصري، وتشكلت قبلها الأجندة الوطنية، وراح تلحق هاي باللي سبقها، وراح يكون الشغل محطوط على الرف. يا سيدي، أهم ما في الرسالة غير المحاور الستة اللي ذكرها جلالة الملك في تكليفه لرئيس اللجنة وأعضاء اللجنة 92، أن الملك في الجملة الأخيرة كتب شغلتين، قال أولا أنا الضامن شخصيا أنه كل مخرجاتكم تذهب كما هي للحكومة وإلى مجلس الأمة، والشغلة الثانية قال هاي خطوة تاريخية نبدأ بها المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية المديد. أنا متفائل، والحوارات على مستوى عالي من كل التوجهات اللي باللجنة، وفي تصميم على أنه ننتقل، يعني ننتقل مرحلة جديدة يعني بصراحة. طيب أنا بدي أسألك الآن، أنت بشكل شخصي بتقول لي لك 3 سنين قاعد وأنت لسه ما زلت يعني في سن العطاء، أي إصلاح أنت جاي تحكي لي عنه وأنت كفاءة؟ أنا بحكي الآن ككامل انصراف، أنت كفاءة محطوط على الرف، يعني هل يعقل أنه كفاءة زيك أخذ كل هالمناصب ومهني ينحط على الرف؟ وين الإصلاح التحكي؟ أنا أخذت مناصب خلاص، اكتفيت؟ لا ما اكتفيت. بدك تفهمني انك قابل بالتقاعد تبعك؟ لا طبعا مش قابل، زعلان. زعلان؟ احكي لي عن زعلك، ليش؟ هلا انا اخذت مناصب كويتي درجه عليا 3 مرات باراده ملكيه. ما ضلش عندي يا وزير يا معين، اما غيرها اخذتها سفير، يعني عرض علي ما قبلتش لاني نفس الدرجه العليا وما بدي اطلع. عرض عليك سفير وما رفضت. طيب بدك وزير بيطلع لك مش وزير؟ مش انا بدي، اذا هم بدهم الدوله. لا يعني لا، انت بقراره نفسك بتقول انا اوان استحقاق. ما قلت انا اوان، ما ضلش وظيفي عندي بالدوله الا وزير او عين، يعني ما راح تجي اي شيء اخر. لا لن يعني اقبل، يعني لن تقبل. لا يعني لو حطوك رئيس هيئه من الهيئات اللي بيحكوا عنها ما راح تجي. شو بقى يعني ارجع لورا؟ اخذت الوظائف كلها، مدير عام بدرجه عليا باراده ملكيه 3 مرات. طيب ستاتي مع اي رئيس وزراء يجي ولا عندك رئيس وزراء عليه شروط؟ شوف انا قدمت مع 12 رئيس وزراء، 12 رئيس اشتغلت معهم بشكل مباشر. من مستشار إعلامي لفيصل الفايز، لمدير وكالة مع دولة معروف الباشا، لمدير وكالة مع دولة نادر الذهبي وسمير الرفاعي، ثم عون الله يطول بعمره كمان عيني مدير تلفزيون، وتعاملت معهم كلهم، وكلهم يعني كان علاقتي فيهم. دكتور فايز الطراون اشتغلت معه بعد آخر اثنين يعني. طيب فيعني أنا تعاملت مع 12، مش محسوب أحدا، مش محسوب أحدا. لا ما بقبل، انا محسوب على الدوله. انا اذا بيقولوا لي محسوب على فيصل الفايد ولا معروف البخيت ولا غيره بقول لهم لا انا محسوب على سيدنا، على الوطن، على الملك. اوكي مقبل، صحيج هتيف ايش ما بدكم، بس انه يقولوا لي محسوب على واحد مين هو؟ يعني انا مثقف بالاخر يا كامل، وانا قاعد اتبع روايات. انا بنقبل ان حسب على سيدنا، عرفت كيف، بس ما بقبل ان حسب على اي مين مكان. بحبهم كلهم، علاقتي كويسه، بزورهم، بتصلوا في، بتصل فيهم، بروح بتعشى عندهم، بس انا الحمد لله حاسب حالي على الدوله، على السيستم كله. انا ابنه وانا المدافع عنه. طيب يا سيدي، اجى رئيس وزراء وقال لك الو رمضان اسماعيل الرواجده تعال بدنا نحطك وزير، فردنا قدامك هالوزارات، قلنا لك هاي خارجيه وهي داخليه وهي صحه وهي سياحه وهي تعليم وهي تعليم عالي وهي أي وزارة بدك؟ ثقافة. هذا أنت متواضع يا رجل كثير. طب الوزارة هاي مش رضوا منها الناس. لا أنا عندي خطة قدمتها لسيدنا لما التقينا قبل شهرين مع سيدنا. عندي خطة للنهوض بالدراما
في المئوية الأولى وعندي خطة للنهوض بالثقافة الأردنية وإعادة الذاكرة للجيل الشباب الجديد بمواقف الأباء والأجداد اللي أسسوا الأردن مع الهاشميين. الأردن فيها رجالات وقفوا مع الدولة منذ بداياتها من مختلف التوجهات ومن مختلف أبناء الأردن. أنا عندي سرديات تاريخية مهمة ممكن أنا يعني أشتغل عليها بالثقافة، وعندي برنامج قدمته مكتوبا وحكيت فيه مع جلالة سيدنا. أنا إذا عرض علي يوم الأيام أي وزارة لن أقبل إلا بالثقافة، بس الثقافة بس. غريب يعني، إذا بكرة لقيتك بوزارة ثانية بطلع لك المقطع وبقول طلع لي وبواجه الناس، بتقول خجلوني، بتقول لا لا ثقافة الثقافة بس الثقافة بس. ما بدك تصير رئيس وزراء؟ اللي زي ما بصير رئيس وزراء. ليش؟ عشانك ابن حرثين؟ لا، في ولاد حرثين صاروا رئيس وزراء وزراء زي ما بس بعد شغل. ما بطل ولاد حرثين بعد ما بطل ممكن ما بعرف يعني تركيبتك ما بتزبط. ليش؟ ما بعرف ليش. مثقف ما شاء الله عليك، ورواي وكاتب سياسي واعلامي، وما ليش ما بتصير؟ وين ما اللي صاروا احسن منك يعني؟ مبسوط تستغرب، انا مبسوط وراضي عن نفسي. ما فكرت تنزل انتخابات نيابيه؟ لا نهائي، نزلت بال 2003 انا نزلت لما كنت صحفي نزلت عن لواء الشوبك سقطوني قرايبي. طبعا قرايبك كلهم تتكلم بحرقة. رمضان كتبتها بالرواية، ليش أتكلمها؟ ماشي تتكلم بحرقة يعني، بدنا تحكينا عن يا أخوي. احنا لسه يعني بدنا دورتين ثلاثة كمان تقبل المثقف والسياسي انه ينزل عن مناطقنا وكذا والآخر يعني. ما طب انت كيف تقول يعني؟ زي بقول سقطوني قرايبي. طيب الأصل يكونوا قرايبك، ما أقول لك قالوا لك أنت عايش لي في عمان وجاي علينا على الشوبك. كل اللي عايشين بعمان كلهم هيك ها؟ يعني أغلبهم يعني في ناس، وأنا صحيح قدمت خدمات متواضعة وشغلات يعني، بس يعني يعني بتعرف بتظل القيود أو إيش بسموها العشائرية وكذا بتحكم. صاحب المال يظل له سطوة. ما في صاحب مال عندنا ما في يعني، هي عشائرية أكثر، حيزة حوزات على الفرعية هاي. يعني آخر فترة قالوا لي قبل سنتين أنزل على الدار الثالثة، ما معي مصاري أنزل على الدار الثالثة. هاي دائرة الحيتان اللي بدها. لا ما بنزل ولا انتخابات، أنا مع التعيين، أنا ما بحب غير التعيين. كل الانتخابات نزلت فيهم سقط، في المدرسة سقط، في الجامعة سقط، في رابط كتاب سقط، في نقابة الصحفيين سقط، وفي الرواية الشوبك سقط. اللي نفع معي التعيين، أشتغل على السيستم تصير بالتعيين، أما أشتغل على الشعب وأصير نائب ما بدي إياها. هالدرجة محبط من الشعب؟ لا مش محبط، أنا ما بنجح بالانتخابات، ما بعرف هيك. وقاعد يجهز للشعب قانون الانتخابات والجاي. طبعا أنا ما بنزل، بس الناس ينزلوا عندهم جماهيرية وشعبية ومقبولين وبتكتكوا وبيعملوا تحالفات، أنا مش شغل هيك. حاسس بظلم؟ لا طبعا أبدا. مبسوط. مبسوط بليش؟ الحمد لله. يعني ندخن ونشرب قهوة وبناكل وبنطلع. هذا كلام ماشي، هذا كلام بسيط، بس أنا بلد عيونك عن جد حاسس إنك محروق من جوا هيك. بتقول شو اللي بيصير؟ ليش هالناس اللي أقل مني صارت؟ لا 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 لا، أنا صرت مش أقل مني، أنا بدك يعني أرجع على وظائف أنا اشتغلتها وأنا أعلم. بس أنا توقعتك وزير قبل 10 سنين. أوه يعني أنت انعرض مرة وكانت بأيام التشكيلة بيطلع اسمك. لا مش طلع انحكى. في ناس سرقها منك؟ مش سرقها، وقف ضدي. أمو ما سرقها يعني. لا مش يعني شخص، يعني شخص متنفذ. طب ليش؟ قضية حساسة كانت يعني أيامها. تنحكى في البرنامج ولا ما بتنحكى؟ لا هي أحد الحكومات يعني اللي تشكلت بعد 2015. عرض علي أو انحكى معي. وفوجئت إنه لا يعني بعدين عرفت الأسباب. نقدر نعرفها؟ لا لأنه في ناس يعني ما زالوا لا تركوا، ربنا أخذ وداعتهم وكذا، ما بصير أحكي عنهم الآن يعني. راح تكتب مذكراتك يوم الأيام؟ لا. ليش جاوبني بسرعة قبل أكمل سؤالي؟ يبدو أنك متخذ موقف يعني صارم وحاسم. اللي بدي أكتبه بكتبه بالروايات على ثاني بطل. لا ما إحنا جدنا مش كل راح يقرأ روايات، أنا بدي تاريخ، أنا بحكي عن تاريخ، وأنت جزء من التاريخ الرسمي للأردن.
الآن أصبحت في من يوم استلمت مناصبك الرسمية. أنا بالآخر 20 سنة بس ولا أول 20 سنة قلال؟ 20 سنة صار فيه التحولات في الأردن اجتماعية واقتصادية وسياسية وديمغرافية أيضا. يعني أنا بفكر أكتب رواية جديدة كمان هلأ. أنا بحكي عن مذكرات التحولات الاجتماعية بالأردن غير الجنوب اللي طلعتها السنة الماضية. بتخاف من مواجهة الناس؟ لا طبعا بواجه. أنا عدم كتابة المذكرات بشكل مباشر. لا هي المذكرات حرفة أول شيء. ثاني إشي يعني بتظلها أقل أهمية من الرواية. الرواية لها مدى أوسع إنك تكتب فيها اللي بدك إياه. المذكرات بدك تكون تحسب كل كلمة، كل اسم، كل شخصية تذكرها، كل واحد مر عليك بحياتك، إيش عايش وإيش ميت وإيش كذا. بتتذكر لما أحد الشخصيات كتب مذكرات وصار في عليه قضية عشائرية بالعشيرتين كبار بالأردن وهون يعني ما الناس ما بتتقبل إنك تحكي الصح. وأنا أخذت على نفسي يعني عهد صوفي أن صدور الأحرار قبور الأسرار. الله الله، صدور الأحرار قبور الأسرار. قبور الأسرار. ليش تخاف من الله؟ هذه متفقين عليها كلنا. سيبني من الإجابات هاي، احنا عايشين في الأردن. ليش تخاف من الأردن؟ على الأردن طبعا. ليش المجتمع عمال يتحول؟ خايفين الأمور تفلت، خايفين الأمور ما تمشي زي ما بدنا، خايفين نغامر سياسيا واقتصاديا. الناس عمال بتجوع، بيزداد عدد الجوعة كل يوم. ليش خايف من بكرة؟ خايف من التحولات الاجتماعية اللي بتصير بالأردن. خايف تقودنا لفوضى؟ ما في فوضى إن شاء الله، بس ممكن تقود إلى مشاكل كثيرة. وللأسف يعني اللي في موقع المسؤولية مش منتبهين لخطورة. احنا سياسيا ما علينا خطر، احكي لك بصراحة. امنيا ما علينا خطر، خارجيا ما علينا خطر. احنا وقفنا ضد الارهاب واحبطنا عشرات العمليات الارهابية ضد الاردن، داعش وغيرها والنصرة. حزب الله كان على حدودنا وطردناه. تحالفنا بالشي بالعراق وتحالفنا بسوريا لمصلحة الاردن. انا ما عندي خوف على الاردن كدولة ولا كنظام وكسيستم وكعرش. أنا خوفي من الوضع الاجتماعي السيء للناس. لازم خطة اقتصادية تنشل الناس من الوضع اللي هم فيها، خاصة بعد سنة ونص من كورونا في ناس جاعت. يعني أنا بيجيني بصلحوا عندي أحيانا، كانوا أيام الناس يخرب يعني شغلة بالدار، ماسورة تنفجر كبويلر، يجوا مشي يقول لي والله ما معي أجار الطريق. فكان إيش ما يطلب أعطيه. يعني إذا قال لي 10 بعطي، إذا قال لي 25 بعطي، لأنه في وضع. أنا بعتقد الدولة لازم تنتبه للوضع الاجتماعي. السياسة والإصلاح مهتمين فيه الناس بس 10%، 90% مهتمين بالوضع الاقتصادي، تحسين معيشة الناس، تدريس أولادهم، المتقاعدين من التربية والعسكر والجيش وهذا كلهم بيطلعوا على سن 50 بيكون ابنه عمره 18 سنة أو 20، بيكون عنده بنتين ثلاثة بالجامعة وبنتين ثلاثة ولدين بالمدرسة، بده أقساط مدارس وأقساط جامعات، بكون عنده خريج قاعد مهندس مدني مش قادر يلاقي شغل، أو معلم صف ثنتين قاعدات ما فيش لهم شغل. احنا قصة حلقتنا ترى لازم نلاقي يعني استثمارات تشغل العمال هذا والمتعلمة. لازم يصير في تنمية في المحافظات، في الغور، في الأزرق، في الدرقة، في إربد، في كل المناطق هاي لازم يكون في استثمارات الضخ يعني من برا. وسيدنا حقيقة بسعى يعني، بس في مشكلة عندنا الأنظمة والقوانين تتغير بسرعة. أكثر شيء من اللي قابلته أنا المستشارة يعني المستثمرين إنه بقول لك تتغير الأنظمة والقوانين عندكم. فالأمان المستثمر صاحب المال بده أمان استثماري مش أمان يعني. طبعا إحنا مقصد في الأمن والأمان، كل الخليج بيجي بالصيف صيفوا عنا قبل كورونا لأنه أمن وأمان، آمنين على أولادهم. أنا سمعتها من سمو أمير قطر، قال إحنا بنحب القطريين، قابلته قال بنحب القطريين يروح على الأردن ديارات عائلية ما يروح على سوريا ولبنان. بس إحنا المستثمر بيجي بلاقي الجو مش مهيئ بلاقي بيروقراطية، بلاقي قوانين، قالوا نافذ استثمارية، بتكتشف إنه 20 توقيع كل واحد من فوض من وزيره، ومع ذلك منهم فوض بودي المعاملة للوزير. طب انت فوض بهيئة الاستثمار وقع، بقول لك لا بتحملش مسؤولية.
احنا اخذنا 5 دقائق زياده ترى. خلصنا. طيب ندمان على شيء حكيته بالحلقه؟ ندمان على شيء حكيته بالحلقه؟ لا بحكي بكل جلسه. كل تحكي بكل جلسه. شعرت بأريحية بالحكي؟ طبعا. جيت واحنا بدنا نسجل الحلقه معك، كنت حاط في بالك بدك تحكي شيء ما سالناك عنه؟ في شيء معين؟ انا قلت لك سالني عن كل شيء. مظبوط. طيب كنت حاط في بالك شيء بدك تحكيه؟ لا كله حكيته، كله تمام، ويمكن نطلع بعد ثاني نحكي غيره. طيب معك ربع دقيقه احكي بدك اياه عشان انهي. ايش احكي؟ ايش بدك اياه؟ شكرا ابو وطن. شكرا A1 TV. انا مبسوط، الله يديم النعمه الامن والامان على بلدنا ويكثر خير الدولة اللي يعني حافظها الأمن والأمان، الجيش والأجهزة الأمنية، وديم العرش علينا والملك. والحمد لله احنا إذا نتوحد كأردنيين من كل المشاتل والزهور والوردات والبستان الجميل هذا اللي بيمثل فسيفساء حقيقة جميلة جدا، وحدتها هي متفردة كزهرة، لكن وحدتها في البستان الكبير. احنا ننظر للمستقبل والأمل كبير في المستقبل أنه نخفف من الأزمات القادمة وأخطرها الأزمة الاجتماعية. شكرا رمضان الرواشدة. شكرا يا بوطن. الروائي الجميل، المحلل السياسي الخطير والإعلامي الذي دائما كان بشوشا في وجه زملائه. الله يسعدك. أشكرك لأن هذه الحلقة كانت عاصفة وكانت جريئة بخلاف ما توقعت حقيقة. أشكرك كل الشكر. الله يسعدك. من قلبي. أعزائي المشاهدين، باي. الحلقة الجاي اقطع.